حمزة وجات والحالة هي عيتونا بالسيارات يا هي حكومة حمزة وجات والحالة هي عيتونا بالسيارات ولاد الشعب ضحية حمزة وجات والحالة هي عيتونا بالسيارات ولاد الشعب ضحية ليلة دمنا حوارات المغشوشة الحوارات المغشوشة الحوارات المهزلة الحوارات المهزلة الحوارات المهزلة نحن هنا نعبرون احتجاجنا على الحيف الذي نعاني منه العمال والعاملات والموظفات والموظفين وكافة المواطنات والمواطنين. نحتج ضد السياسات اللا شعبية للدولة وللحكومة. نحتج ضد الحيف، ضد التهميش، ضد الفقر، ضد إغناء الغني، زيادة في إطراء الغني وإفقار الفقير، ضد الهشاشة، ضد ضرب المكتسبات والحقوق، ضرب الحريات النقابية، غياب الحوار الاجتماعي، تجميد الحوار الاجتماعي، تشويه الحوار، غياب ممارسات ديمقراطية، طرد العمال لمجرد تشكيلهم لمكتب مكاتب نقابية. وما شاهدناه في طنجة مؤخرا، وعلاش درنا المسيرة بالسيارة لطنجة يوم 11 يناير؟ على هذا نموذج التسريح ومن طرف شركات لمتعددة الجنسيات مع الأسف اللي كتطبق القانون في بلادها ولكن لا تطبقه في بلادنا. ننظم هذه المسيرة اليوم تنفيذ لقرارات المركزية نقابة الكل في الدائرة المنطقية للشغل وبمشاركة الإخوة والأخوات في الاتحاد الإقليمية في الجهة من أجل الدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا ورفع الحيف الذي يسلط على الطبقة العاملة. وبذلك فهذه المسيرة بداية لمسيرة أخرى تأتي في المستقبل من 20 فبراير إلى 20 يونيو. لذلك نعلن ابتداء من اليوم بأننا سننخرط في هذه المسيرات وفي هذه النضالات والمعاركات كلما اقتضى الأمر، كلما طلب منا أن ننفذ مسيرات وقرارات وتوقيفات ووقفات احتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقنا وحقوق الطبقة العاملة.